السلام عليكم. القطاع الخاص في مرمى استهداف الميليشيا، هذا ما تقوله المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب وما تقوله الأصوات المعلنة وغير المعلنة للتجار ورجال الأعمال في بلادنا، بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي وسوء إدارة موارد الدولة من قبل الميليشيا، فقد انتقلت إلى مربع القطاع الخاص مستهدفة آخر ما تبقى من الحركة الاقتصادية في شريان المجتمع منذ الانقلاب والاجتياح. جمارك إضافية يتم فرضها في أمانة العاصمة فوق الجمارك الرسمية المتعارف عليها في مداخل البلاد، سواء في ميناء عدن أو ميناء الحديدة أو المنافذ البرية. هذا المسلك الانقلابي على وحدة الجمارك يترتب عليه أضرار اقتصادية على التجار، وينعكس بدوره على المواطن البسيط الذي يعيش على ثنائية اللا حياة واللا راتب، خصوصا في ذوي الدخل المحدود، فكيف بانعدام الدخل كما هو الحاصل؟ الغرفة التجارية ارتفع صوتها بعد أن وصل الأمر إلى مقتل أحد التجار حين رفض دفع رسوم جمركية فرضتها الميليشيا على مداخل صنعاء. وقال البيان الصادر في الغرفة التجارية في صنعاء إن مسلحين يتبعون ميليشيا الحوثي وصالح لاحقت بالتاجر حسين قحيم إلى جولة عمران شمال العاصمة صنعاء، وأطلقوا عليه النار بشكل مباشر ما أدى إلى مقتله وإصابة مرافقه بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى. مشاهدينا الكرام، حول استهداف ميليشيا الانقلاب للاقتصاد الأهلي ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد مشاهدة هذا التقرير. تستنكر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء الجريمة الفنية. هذه الخلاصة لأحد التجار في صنعاء متحدثا بمرارة عن طبيعة تعامل الميليشيا مع التجار والقطاع الخاص بشكل عام، من خلال فرض إتاوات تحت مسمى جمارك إضافية تأخذ أكثر من بعد على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. على الصعيد السياسي والوحدة الوطنية، فإن فرض رسوم جمركية إضافية فوق الجمرك الموحد في المنافذ يشير إلى توجه شطري تنتهجه سلطة الميليشيا في صنعاء، وهذا بدوره يضاعف أعباء القطاع الخاص ويكرس ما يمكن تسميته بالانفصال الاقتصادي. ردود الفعل من القطاع الخاص بدت واضحة، وصوت التجار بدأ بالارتفاع أكثر من أي وقت مضى، خصوصا بعد أن وصل الأمر إلى إطلاق النار على أحد العاملين في القطاع الخاص ما أدى إلى مقتله وجرح آخر. بيان الغرفة التجارية كان واضحا وشديد اللهجة بخصوص الانتهاكات التي تتم على مرأى ومسمع من قبل الميليشيا، ولم يقتصر الأمر على تضرر التجار من تدمير اقتصاد الدولة، بل وصل الأمر إلى مرحلة الضرب على العظام من خلال استهداف القطاع الخاص بشكل مباشر. انهيار الاقتصاد وتأثيره على دخل المواطن اليمني في ظل أزمة الرواتب وانعكاساته على الطاقة الشرائية للأسرة اليمنية، كل ذلك ألقى بظلاله أيضا على التجارة، خصوصا في القطاعات التجارية المتوسطة والصغيرة. إلحاق الأذى بالقطاع الخاص من خلال التهديد وفرض إتاوات تحت مسميات مختلفة تصب في نهاية المطاف فيما يسمى المجهود الحربي، إنه الوجه الآخر من تعامل الميليشيا مع التجار. حتى أولئك الذين صامتوا لحظة سقوط الدولة في قبضة ميليشيا الانقلاب صاروا يكتوون كل لحظة من ذات النار التي اكتوى بها الشعب منذ الاجتياح المسلح. الابتزاز المستمر للتجار في مناطق سيطرة الميليشيا وتحويل القطاع الخاص إلى ضحايا جدد بسبب التهديد اليومي المستمر هو لسان الواقع في يوميات التجار ورجال الأعمال الواقعين تحت رحمة الميليشيا. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه الحلقة بالترحيب بضيفنا الأستاذ حسام السعيدي، الباحث في الشؤون الاقتصادية من أنقرة عبر سكايب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ حسام. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ أزياء، ومرحبا بالضيوف الكرام وأيضا بالمشاهدين خارج الوطن وداخل الوطن. أهلا بك حسام. بداية لو بدأنا نتحدث عن يعني آخر الخطوات التي تقوم بها الميليشيا، فرض جمارك إضافية على مداخل صنعاء من يعني أو على شاحنات قادمة وقد دفعت جماركها مسبقا، ما الذي يشكله ذلك؟ الحقيقة أن هذا الأمر لم يبدأ من اللحظة، وإنما من قبل فترة، منذ قبل عام تقريبا كنت في اليمن و كنت شاهداً على بعض هذه الانتهاكات. نعم. أثناء إجراء بعض البحوث، الحقيقة أن الحوثيين بعد الخناق الضيق عليهم يحاولون تغطية المجهود الحربي الذي يكلفهم الكثير. هذا المجهود الحربي فرض عليهم
يعني التوجه نحو القطاع الخاص بعد أن انتهوا تماما من خزينة الدولة وقضوا تماما على القطاع العام تقريبا. شاهد عيان، أنا أريد أن أذكر هذا الكلام، حدثني مصدر خاص من صنعاء بأنه شاهد الشاحنات والحاويات في طوابير طويلة، وأن أحد التجار أخبره بكل مرارة بأن كل حاوية تقريبا يدفع التاجر مبلغ بحوالي 200,000 ريال لكل حاوية كجزء يعني مستقطع بغض النظر عن نوع البضاعة. لا علاقة له بالجمارك هذا المبلغ. نعم، باسم مصلحة الجمارك. الحقيقة أن مصلحة الجمارك تفرض أو هناك متهبشين يعني بالبلدي يقومون بسرقة التجار. يجب هنا أن ننبه إلى نقطة مهمة جدا في هذا الأمر. القطاع الخاص الآن حاليا وغالبا لا يقوم بأي دور استثماري أو دور إنتاجي. القطاع الخاص الآن هو شريان الحياة الذي يقوم باستيراد الغذاء للمواطنين في الداخل. يعني هو عبارة عن قناة وصل بين المواطن وخاصة في المناطق التي تقبع أو تحت سيطرة الميليشيا الفتية. يعني بشكل أو بآخر محاولة إجراء أو فرض تعرفة معينة من الصعب جدا فرضها، لأن التاجر لن يكون قادرا أصلا على دفع تعرفتين في ذات الوقت. نعم، وإن دفعها هذا الأمر سيعيد بالضغط على المواطنين. المواطن نعم. وأيضا تفضل، السيطرة الجغرافية ليست تحت سيطرتهم، وبالتالي هذا الأمر سيخلق إما شيئين، الأول إما سيخلق حالة من انعدام المواد الغذائية وهجرة رؤوس الأعمال إلى المناطق الآمنة في المحافظات الأخرى بالتبع رأس المال يبحث عن مصلحته، أو إنشاء احتكارات حوثية خاصة، يعني ستظهر تجارة خاصة بهم بأفراد ينتمون للعصابات الحوثية، وبالتالي يكونوا تخلصوا أيضا من القطاع الخاص. نعم. الأثر بالطبع سيكون سيئا على المواطن. نعم، إذن أستاذ حسام برأيك، يعني أنت قلت أن هذا الموضوع تقريبا له قرابة عام، لما صمت التجار وهو يعني وهي مبالغ ضخمة ليست بالقليل الحاوية الواحدة أن يعني تدفع هذا المبلغ وقد دفعت جماركها أصلا؟ يعني هل وصل، يعني هل تكلموا فقط حينما سال الدم وقتل أحد التجار؟ الحقيقة أنا قرأت واطلعت على البيان وأظن هو سائق بالنسبة للعدية في العاصمة صنعاء أو في جولة عمران، وسائق شاحنة تقريبا. هناك عصابات تحاول اللحاق بالتجار، وهناك أيضا لأن الأمر غير منظم وغير قانوني وليس لديه أي يعني استناد شرعي، فيتم ملاحقة التجار يعني من هب ودب، يقدم نفسه كمصلحات جمارك. حقيقة السلطة الحوثيين أنا أقولها بأنها غير قادرة تماما على ضبط الأمور في المناطق التي تقع سيطرتها، هي تمارس نوع من القهر والقهر فقط، محاولة سلب الناس، محاولة الحصول على مجهود حربي من جلود المواطنين. هذا الأمر ببساطة، وهذا الأمر سيقود كما قلت في البداية إلى مشكلة كبيرة بالنسبة للسكان. القطاع الخاص ربما في لحظة معينة وخاصة مع نقص المخزون الغذائي الموجود في السوق، يعني تقريبا بعض المواد الغذائية حسب تقرير لبرنامج للفاو تقريبا أو WF قدم أنه بعض المواد تقريبا تكفي مدة شهر فقط في السوق الكميات السلعية، وبالتالي أي إضرار بالقطاع الخاص سيؤدي إلى مشكلة أو كارثة إنسانية. الأرقام الاقتصادية لم تعد ذات معنى، المشكلة الآن أمام كارثة إنسانية. إما أن يحاول الحوثيون يعني المزيد، وهم أنا أظن أنهم مجبرين على هذا الأمر لأنهم الحقيقة يترنحون الآن، وبالتالي سيحاولون فرض المزيد، ليس لديهم أي، وأنا كنت شاهدا على هذا الأمر ورأيت كيف يتصرفون بمسعورين تجاه التجار وتجاه للأسف على كبار التجار، بينما أيضا هناك ظهرت ظاهرة صغار التجار وهم الحقيقة حوثيين في الغالب، وأصبحوا كالفقاعة يقومون بتهريب البضائع إلى الداخل، وبالتالي لا ينجون من ما تسمى بالجمارك الإضافية، بينما يتحمل كبار التجار والمعروفين في الوطن بأمر، وبالتالي إذا كان القمح ارتفاعه في سعره في نهاية 2016 بضعاً 25%، فرض ضرائب إضافية أو فرض جمارك إضافية سيكلف الدولة، سيكلف المواطنين الكثير من المال والمزيد من الصعوبة في المعيشة. أنا أيضاً استمعت ذات مرة لتصريح لأحد المسؤولين ويقول ليس أمامنا إلا فرض ضرائب على المناطق التي تضررنا. طبعاً هذا يعني أو هذا يدل بكل صراحة بأنهم وصلوا في حالة ضيق كبير جدا، وهذا معروف الأمر يعني. نعم، يعني نحن نعلم يعني هم كيف تصرفوا في مسألة البترول وخلقوا سوق سوداء وقاموا يعني
بالمتاجرة بهذا الأمر. هل تتوقع أن هذه الضغوط التي يمارسونها هي إرادة حقيقية لانصراف هؤلاء التجار ليتصدروا هم المشهد ويكسبوا كما تفضلت يعني في إحدى الحالات؟ تماما. يعني بالنسبة لشركة النفط فالقصة طويلة، قصة فساد كبير مع الأسف، وتكونت تجارات كبيرة وأسماء تجارية كانت غائبة وغير موجودة بالأساس. ولكن بالمقابل نحن لا ندعو، وأصلا هم لا يستطيعون حتى وإن قالوا بذلك تدخل الدولة في هذا الموضوع أصلا. نعم سأعود إليك. هم يسيطرون على رفع جغرافية بسيطة، لا يستطيعوا السيطرة، ولا فهي مجرد نهب، أنا أقولها هكذا باختصار، هي مجرد نهب وابتزاز للتجار. نعم. لا يستطيعون فرض ذلك نهائيا. إذن سأعود إليك حسام بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من القاهرة. مساء الخير أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، مساء النور ولك والمشاهدين الكرام. أهلا بك معنا أستاذ مصطفى. برأيك أستاذ مصطفى يعني فرض جمارك إضافية على مداخل صنعاء، وكما تابعنا في الأخبار هناك أيضا في أزقات الشوارع وفي بعض المناطق التي يعني ليست رسمية وإنما نقاط مستحدثة لفرض هذه الجمارك، ما الذي يشكل هذا السلوك من أثر على الحركة الاقتصادية برأيك؟ بكل تأكيد أن هذه الخطوة التي تم فرضها بما تحت ما يسمى جمرك صنعاء هي تهدف إلى أمرين. الأول هو نظرا أو ردا على قرار الحكومة تخفيض نسبة الضرائب الجمركية في ميناء الحديدة بنسبة 50%، وكانت هذه رد لفرض فتاوات وتحت مسمى استعادة الجمارك كاملة بمداخل صنعاء. والأمر الآخر أيضا هي محاولة لتطفيش العمل التجاري لصالح مجموعات تجارية تابعة للجماعة التي هي جماعة الحوثي وحلفائها، وبالتالي هم يهدفوا إلى هذين الأمرين من خلال هذه الإجراءات التعقيدية وإجراءات الابتزاز التي تمارس على القطاع التجاري، القطاع التجاري الذي يعني كان خلال الفترة الماضية كلها خاضعا لهم ويدفع لهم كل الالتزامات سواء كانت القانونية أو الإتاوات التي تفرض خلال الفترة الماضية، وهو بالتأكيد يضيف كل هذه الأعباء التي يتم فرضها على المواطنين أو على السلعة، وبالتالي يتحملها المواطن بالدرجة الأساسية. طبعا هذه الإجراءات يصفها تجار صنعاء بأنها إجراءات غير دستورية وغير قانونية، وتهدف إلى ابتزازهم، وبالتالي نعتقد أن الهدف من وراءها هو أيضا استقطاب مزيد من الموارد، لا سيما بعد تراجع حجم الموارد التي تجريها الجماعة جراء نقل البنك المركزي، وأيضا بدء الحركة والنشاط في إطار المحافظات التي هي تابعة للحكومة. نعم، إذا على صعيد وحدة الجمارك أستاذ مصطفى، ما الذي يشكل يعني وجود جمارك إضافية على البضائع القادمة من المحافظات التي قد دفعت أساسا يعني جماركها، ما الذي يشكل من مخاطر على الوحدة الوطنية؟ بكل تأكيد هو يفرض يعني إجراءات شطرية، يعني يمكن أن يقول عليها إجراءات مناطقية، إجراءات غير مقبولة، ويتحمل نتائجها المواطنين في إطار محافظة صنعاء، فبالتالي هذا الثمن يدفعه المواطنين، يدفعه التجار، وتدفعه صنعاء كحركة وكنشاط اقتصادي، وبالتالي من الطبيعي أنه خلال الفترة الماضية إذا ما استمرت هذه الانتهاكات أن ينتقل النشاط التجاري وتنتقل الحركة إلى مناطق أخرى توفر البيئة المناسبة للنشاط الاقتصادي. نعم، إذا ما انتقل أستاذ مصطفى، إذا ما انتقلت هذه الحركة والنشاط التجاري إلى مناطق أخرى، ما الذي سيترتب على المواطن البسيط في هذه المناطق يعني القديمة التي لا يوجد فيها حركة تجارية؟ بكل تأكيد أنه هذه المناطق الآن هي تعاني كثيرا، تعاني من عدم دفع المرتبات، تعاني من حركة النقود الضعيفة بسبب أزمة السيولة، وتضاف إلى هذا أيضا
إشكالية موضوع رفع الضرائب وبالتالي تحميل المواطن كلفة إضافية على السلع التي تصل إلى صنعاء. أعتقد أنه هذه المستفيد الوحيد منها الجماعة التي تجني هذه الأموال، وهذه الأموال لا تركز بشكل يعني قانوني على الإيرادات ولا تنفق على المرتبات. معروف أن الجماعة توقفت عن تسليم المرتبات من 5 أشهر من سبتمبر الماضي، ومع ذلك أيضا لم تتوقف هذه الجبايات. أنا ربما أختلف مع الزميل الذي تحدث عن موضوع أنه تقلصت الإيرادات بشكل كبير، بالعكس لم تتقلص بشكل كبير، ما زال يعني ثلثي الاقتصاد تحت سيطرة جماعة الكويتي في المناطق التي تسيطر عليها سواء كان في صنعاء أو غيرها، ما زالت معظم الشركات الكبيرة الضرائب الأرباح لكبرى الشركات ما يزال تتسلمها هذه الجماعة، وبالتالي بالمقابل أيضا لا توجد أي التزامات لها لدى أو التزامات عليها لدى المواطنين لدى الموظفين. الآن يعني فقط يتم الجداية لكن إنفاق على الخدمات إنفاق على مرتبات الموظفين متوقفين عنه، وكل هذه الأموال التي يتم توريدها سواء كان من الحديدة من ميناء الحديدة أو من الضرائب سواء كانت ضرائب جمركية أو غريبية وغيرها كلها يعني مصيرها مجهول. نعم، لكن هذه الموارد أستاذ مصطفى ربما يعني تتداخل مع العديد من السلطات، هناك يعني المشرفين، هناك الجمارك، هناك الجهات الرقابية، هناك يعني أكثر من جهة تود نصيبها. نعم، هناك إجراءات رسمية تحت ما يسمى السلطات الرسمية، وهناك ما يتم دفعه بدون سندات رسمية، وهذه كلها تذهب إلى النافذين سواء كان على مستوى المديري على مستوى أقصد السلطات المحلية أو على مستوى المركز، وبالتالي نحن أمام نهب منظم يتم إما عبر طرق رسمية وهذا ما يتم أو ما يدعي من يفرضون رسوم جمركية إضافية، أو عبر أدوات غير رسمية سواء عبر إيتاءات أو ما يدفع بشكل غير رسمي كنفقات، يعني كثير من هذه النفقات التي تم ابتداعها او انشاؤها بدون اي سند قانوني. كل هذه الرسوم وهذه المتاوات يتم دفعها طبعا من قبل التجار وتعكس مباشره على اسعار السلع، ولذلك نشهد ان كلفه المعيشه الان اصبحت في اليمن عاليه للغايه، بالمقابل ايضا لا يوجد دخل، يعني دخل الناس توقف لا سيما لدى شريحة كبيرة وهي شريحة الموظفين، وبناء على أيضا يعني حدثت هذه المسائل الإنسانية التي تعيشها اليمن. نعم أستاذ مصطفى، في حال ما استمرت هذه الاستهدافات لهذا القطاع المهم، ما الذي يمكن أن يحدث؟ هل يمكن يعني أن تحدث انعزال لهؤلاء التجار؟ أيضا وجود كما تفضل ضيفنا الأستاذ حسام يعني احتكارات خاصة وظهور أيضا تجار يتبعون للميليشيا؟ كما أشرت في بداية حديثي، جزء من هذه الممارسات هي لاستقطاب مزيد من الموارد لتمويل سواء كان المجهود الحربي أو لتمويل النفقات الخاصة بالجماعة وبنافذيها، وبالتالي هذا يدفع الكثير من التجار إلى البحث عن مناطق آمنة أخرى، البحث عن نشاط يعني آمن إذا ما وفرته الحكومة في المحافظات الأخرى قد يحدث عملية انتقال طبيعي. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضاً هي الاستفادة أو تهيئة الجو لاقتصاد موازي خاص بالجماعة، وهذا يتم من خلال القضاء على القطاع التجاري التقليدي، القطاع التجاري الحقيقي الذي يمارس نشاطه بنظام ويلتزم بالدولة. بالتالي الآن هذه الممارسات كلها تمارس ضد القطاع التجاري الذي هو ملتزم والذي هو قادر على الدفع والذي يدفع بصورة طبيعية. لكن التجار الذين لا يدفعون يمارسون تجارة غير شرعية ويدفعون عبر طرق
عبر أبواب خلفية. هؤلاء بكل تأكيد يتم استثناءهم من هذه الإجراءات العقابية، وبالتالي يتيح لهؤلاء المجال أن يكونوا فعلا قادة للنشاط التجاري المستقبلي الذي يخدم هؤلاء النافذين. إذن أستاذ مصطفى، كيف ينبغي للقطاع الخاص أن يتكتل لمقاومة هذا الاستهداف؟ يعني بعد البيان الذي أصدر اليوم، رغم أنهم يعانون ربما أكثر من عام يعني بدفع هذه الضرائب الإضافية أو الجمارك الإضافية، هل يمكن يعني أن نشهد في المستقبل أي حراك أو أي خطوات يمكن اتخاذها بشكل جدي؟ أعتقد أنه بدأوا بممارسة العديد من الضغوط، وهم لديهم علاقات وصلات قوية بسلطات الحوثيين في صنعاء والمحافظات المسيطرين عليها، لا سيما أنهم يدفعون كل الالتزامات والضرائب والإيتاوات خلال الفترة الماضية كلها، وبالتالي أعتقد أنهم يمكن أن يصلوا إلى حل في هذه النقطة خلال الأيام المقبلة. لكن الموضوع هو متعلق في الأداء العام، وهل يعني أدوات الضغط العادية أصبحت مجدية؟ أنا أعتقد أنه يعني هناك تراجع للأدوات السلمية للضغط، وأصبح هناك احتياج للأموال ربما يدفع هذه الجماعات تمارس مزيد من الضغط والتطفيش للقطاع التجاري العادي. من غير الواضح يعني ما هو الخطوة المقبلة التي سيتخذها القطاع التجاري، لكن هو كل ما يعني أنه يخفف من هذه النسبة ما يتم دفعه لكي يستطيع أن يضيف ما يتم دفعه على المواطن، وبالتالي يكون هناك هامش ربح معين. أعتقد أنه خلال الفترة الماضية كانت قطاع كبير من التجار في مناطق معينة التي هي الآن متضررة كانوا على التزام تام مع جماعة الحوثي ومع الإجراءات التي اتخذتها، وبالتالي لم يتضح بعد هل سيكون هناك تسوية معينة أم لا. لكن بإطار آخر أيضا ما يزال هناك هذه المشكلة ما تزال بعيدا عن إطار سيطرة الحكومة، لأنها مشكلة تعنى بصنعاء فقط وليست مشكلة عامة لليمن كلها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إليك أستاذ حسام. أستاذ حسام، يعني تبعا لحديث الأستاذ مصطفى نصر، برأيك يعني هل يمكن أن نقول بأنه بعد تدمير اقتصاد الدولة تسعى الميليشيا إلى تدمير اقتصاد المجتمع؟ طبعا بالنسبة للحوثيين هم قاموا بإنشاء اقتصاد موازي داخل الاقتصاد، نعم، ناهيك عن تدمير المؤسسات الدولة. الآن القطاع الخاص وبين كماشة، إما الاستمرار أو ترك مهمته الوطنية وناصفة بالوطنية لهؤلاء العصابات، وبالتالي التلاعب بقوات الناس. إما الآن الحوثيون بطريقة أو بأخرى بحكم أنهم يدعون بأنهم السلطات الحاكمة في صنعاء والمناطق المجاورة لها، سيقومون بإجراءين اثنين: إما الاستمرار في فرض الإيتاوات وبالتالي السماح لمراكزهم التجارية الجديدة بالصعود، أو الادعاء بأنهم الدولة والتدخل بأنهم دولة عن طريق مؤسسات قاموا بنهبها ومحاولة إعادة إنعاشها من جديد، يعني مثلا ممكن عن طريق الآخر. من جهة أخرى لابد لنا أن نفهم نقطة مهمة جدا من قبل هذه الإجراءات. هناك اقتصاد موازي تماما في صنعاء وفي المناطق الأخرى. هذا الاقتصاد الموازي يتبع مباشرة المؤسسات الحوثية، وهو بالحقيقة أيضا لا أقول مؤسسات أو عصابات الحوثية، وهو بالحقيقة أيضا مسير كان سبب كبير لمشكلة السيولة الموجودة الآن في صنعاء. أيضا نلاحظ بالنسبة للقطاع الخاص، من قبل أو من بداية الأزمة تقريبا كانت هناك إيتاوات باسم المجهود الحربي تارة، وإيتاوات أخرى اسم شهداء، وتعوات مرة، يعني تعددت الأسماء في النهاية والغرض واحد، وهو إنشاء اقتصاد موازي يحارب البيوت التجارية العريقة المعروفة في الاقتصاد اليمني، وإنشاء بيوت تجارية جديدة قائمة على والنهب فقط. هذا من جهة. من جهة أخرى كما قلت ممكن الآن أن يتحول الوضع إلى وضع احتكارات عامة، ولكن هذا الأمر سيبقى
مرهونا بمدى قدرة القطاع الخاص على الصمود ومواجهة هذه العصابات، وإن كان سيتحمل الكثير من المتاعب في الحقيقة. هل تتوقع أن يصمد أمام هذه المبالغ الطائلة التي يتم دفعها إضافة إلى الجمارك؟ تسمعني حسام؟ الحقيقة هذا سيجعل التاجر يقف بين أمرين مهمين. إما ونحن نعرف أن معظم التجارة أو شرايين التجارة هي في الحقيقة متركزة في مناطق مناطق الوسط أو في منطقة المركز. انتقال التاجر من العاصمة إلى المدن الأخرى سيكلفه تكاليف كبيرة، وأيضا لن يكون بالسهولة نقل المعدات، وأيضا التكاليف الخزون، وأيضا بالنسبة للأصول التي ربما يتم السيطرة عليها ونحبها. هذه التكاليف ستكون عالية. الآن التجار سيقومون بمقارنة حدية بين هذه التكلفة تكلفة الصمود، وأيضا سيتحمل المواطن مع الأسف الجزء كبير من هذه التكلفة. التاجر في النهاية هو سيحمل المواطن، ولكن أيضا ستنخفض أرباحهم بشكل كبير، وهذا الأمر سيؤثر بالتالي على المصلحة التي يطلبها التاجر، وبالتالي يقلل من التنافسية، يقلل من همة التاجر في المواصلة الكبيرة جدا على التجار اليمنيين. ونحن نعرف منذ أن تذهب طبعا، وهم يقومون الآن تقريبا فقط استيراد، منذ حتى فقط التفكير بالاستيراد إلى شحن البضاعة إلى شرائها إلى البحث عن صعبة في السوق إلى إيصال البضاعة إلى شحنها وإلى تفريغها، وطبعا لا ننسى عملية التفتيش في الموانئ والإتاوات تفرض عليهم في الموانئ أيضا المختلفة، ويعني التكاليف كبيرة جدا مع الأسف. ولكن هذا الأمر نحن نعول على القطاع التجاري بأنه سيصمد الحقيقة، وفي النهاية الحركة التجارية لن تنتهي، لأن الشعب لم يموت وشعب باق وموجود، ولكن ستكون التكاليف عالية سواء على الجانب الإنساني، نحن نتحدث عن الفقراء ومن هم بحاجة إلى المساعدة في ظل ارتفاع كبير للسلة الغذائية. في نهاية عام 2016 تقريبا كان ارتفاع بنسبة 21% في السلة الغذائية المسمعة، هذا يعني أن هناك ضغط كبير بالنسبة للمواطنين، وأيضا بالنسبة حتى للتجار الذين لديهم مخزون داخل بضائعهم الآن، إما أن يطارد بتهمة الجمركة أو الجمارك أو الضرائب، وممكن طبعا الضرائب باسم ضرائب الجهود الحربية إلى آخره. في النهاية الأمر كما ذكرت هو عبارة عن كماشة كبيرة، ولكن أتمنى أنا الحقيقة يعني الأخوة التجار إلى الصمود ومواجهة هذا الصدف. نعم، لأن الانسحاب من المشهد يعني تسليم المشهد الحقيقة. أستاذ حسام، يعني هذه النقطة نناقشها بعد هذا الفاصل، يعني حتى نستوضح كيف يمكن أن يواجهوا مثل هذا الأمر. مشاهدينا الكرام، وأنت حسام السعيد، اسمحوا لنا أن نذهب فقط لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ حسام. أستاذ حسام، يعني كنت تتحدث قبل الفاصل أنك تتمنى أن لا ينسحب التجار ويتركوا المشهد بهذا الشكل وأن يصمدوا. كيف لهم الصمود مع يعني المبالغة في فرض هذه الأتاوات، تعدد الأوجه الذي يتم صرفها لهم، الكثير من الضغوطات التي تمارس عليهم؟ الحقيقة يعني نحن نعرف بأن الصلات للتجار في صنعاء لديهم صلات ولديهم أيضا تنظيمات خاصة بهم، يمكن هناك اتباع وسائل الضغط المدنية. نحن في النهاية التاجر لن يغامر أيضا بعملية التهريب أو نقل بضاعة وتهريبها وإلى آخره، يعني عن طريق الضغط المدني وعن طريق أيضا محاولة مواجهة هذا الصرف والبقاء بأدنى هامش للربح. نحن ندعوهم الأمر وأنه ربما يمكن الأرباح الآن لم تعد يعني كبيرة ولم تعد مطمع، ولكن قبل أيضا ندعوهم أيضا، وليس هذا على سبيل الوعظ، ولكن ندعوهم أيضا إلى يعني وهذا ما لمسناه منهم من قبل وعلى المدى الطويل، تلمس حاجات المواطنين والانتباه لها من خلال الحس الوطني. في حال تم ترك الساحة هذه فإن من سيخلفهم سيكون مع الأسف يعني اللصوص، مع الأسف يعني سيكون اللصوص تماما، وهذا يعني أن ليس فقط المواطن سيتعرض للمشاكل، الأملاك غير المنقولة بالنسبة للتجار ستتعرض لمشاكل كبيرة أيضا مع الأسف. ليس هناك
وأنا أقولها يعني بالنسبة للمناطق الأخرى التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية أيضا ليست حاضنا جيدا للقطاع الخاص حتى الآن. هذا أمر سيء، لكن مع هذا كما قلت يمكن للتجار القبول بهامش معين وهامش بسيط، أيضا يمكن تفعيل عملية النقابات العملية النقابية وتنظيمية. لكن للأسف الميليشيا ربما لا تفهم مثل هذه التحركات المدنية أستاذ حسام، لكن يعني ما لمسناه اليوم من اجتماع الغرفة التجارية والبيان الذي تم إصداره أنهم وصلوا إلى مرحلة احتقان صعبة، يعني أن يتم يعني الحديث عن إعادة الأمور على ما كانت عليه. هل تتوقع يعني أن يتخذوا إجراءات أخرى غير البيان الذي تم إصداره، أو هل تتراجع الميليشيا بعد أن تجد أن هناك يعني فعلا حملة حقيقية ضد هذه التصرفات التي يقومون بها؟ حقيقة تصريحات ما تم مصلحة الجمارك تقول بأنهم فقط يقومون بفرض الضرائب أو الجمارك عن البضاعة التي لم تدفعها في المنافذ. يعني هناك أيضا مرونة من الجانب الآخر، لأنهم أيضا يعلمون بأنهم التشكيلات التي تحاول أن تدير الاقتصاد أو مخالفة للتجار هي أيضا ما زالت هشة، وهي اقتصاد موازي يعني ليس لديه خبرة، وفي أي وقت من الأوقات ربما تحصل أزمة غذائية كبيرة في المناطق التي تخضع لسيطرتهم. وبالتالي أنا أتوقع بالنسبة لهم الآن سيحاولون إلى حد ما امتصاص أغضب التجار، ولكنهم في المقابل سيبنون أو سيواصلون بالنسبة للحوثيين سيواصلون اقتصادهم الموازي الذي يضمن لهم في حال انسحب هؤلاء التجار أن يكونوا قادرين على إدارة الاقتصاد، وأيضا يعني إلى حد ما طبعا لأنه تقريبا مستحيل في ظل الانتاج الكارثية التي فيها حتى الآن. المسألة أيضا متعلقة بالجانب الإنساني وحالات ما يتعلق بالغذاء والأمن الغذائي الآن الذي يعيشه المواطنين، لا يوجد يعني هناك أزمة في الغذاء، وبالتالي في الأجل القصير ستحاول الميليشيا إلى حد ما تهدئة الأمور والادعاء بأن هناك إجراءات تصحيحية، هذا ما أتوقعه. نعم. وإذا كان هناك بقية من حياة، أما في حال لم يوجد هذا الأمر فمع الأسف النتيجة الكبيرة ستكون على المواطنين، مع الأسف سنشهد إما حملات اعتقالات على التجار ومصادرة لأملاكهم بدعاوى مختلفة. كما قلت لك هناك جهتين الآن في صنعاء، الجهة الأولى لن جهة التجار والموازي، والجهة الأخرى دعوى نعم. على الاقتصاد الحكومي. نعم، إذن أستاذ حسام ينضم معنا أيضا المحلل السياسي عبد الهادي العزازي من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. على الصف عدن أولا، يا مساء النور، أنا في مدينة تعز. أهلا بك معنا من تعز أو من أي مكان تطل علينا منه، مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. ونود أن نسمع منك يعني ما هو الأثر السياسي على مثل هذه التصرفات التي تقوم بها الميليشيا، فرض أتوات جديدة، هل نحن أمام شكل من أشكال الانفصال الاقتصادي؟ هي ليس انفصالا اقتصادي بالمعنى العام، لكن تقلصا بحجم ومساحة جغرافية الانقلاب الذي تم جحره من المحافظات الجنوبية ثم من المحافظات الشرقية، والآن من المحافظات الجنوبية الشرقية يتم جحره ويتراجع إلى الخلف بحاجة إلى اقتصاد الحرب، برغم أنه حول كل أصول وممتلكات الدولة إلى اقتصاد حرب، حول صناديق الائتمان، صناديق التقاعد، صناديق التنمية، احتياط البنك المركزي، ايضا حول النفط الى يعني بقره حلوب يمول بها ما يعرف باقتصاد الحرب. تعلم هذه التجربه من حزب الله، من الجماعات الشيعيه التي ظهرت في العراق، ايضا مما مارسته الثوره الايرانيه، الى جانب ما كانت تفيد عليه تجاره الكيس او الثقلان من البضائع كالمخدرات والسلاح التي كانت تمر عبر الموانئ والتهريب، وفقد الآن واحد من أهم الموانئ يقوم باستعاضته بعد أن فقد المخا والمناطق الأخرى باستعاضتها باقتصاد حرب لإدارة الحرب داخل البلد. هم الآن يتخذون خطوات متقدمة، بل متقدمة جدا، في حين مع الأسف الشديد لم تستطع الشرعية ترتيب أوراقها لبداية تحديد الإيرادات والسيطرة على إيرادات الدولة وإعادة تكييف الدورة الاقتصادية للبنك المركزي الذي نقلته إلى العاصمة
المؤقتة عدن. نعم، إذا أستاذ عبد الهادي، يعني هل بهذه التصرفات هناك ضرب للاقتصاد الأهلي بما سيعكس أثره سلبا على المواطن؟ هم ضربوا البلد بشكل عام، ضربوا الاقتصاد بشكل أساسي طوال فترة الثورة من عام 2011، وهم يزحفون يتوسعون يسيطرون على مناطق جديدة، يستولون على إيراداتها، استولوا على كل ما له قيمة في البلد. من ابتداء من صعداء وانتهاء بمحافظة عدن والمحافظة التي بسطوا سيطرتهم عليها، الآن عادوا إلى ما بقى في العاصمة وأطرافها، الآن ينشئون منفذا جمركيا باتجاه محافظة نارب ومنفذا جمركيا باتجاه محافظة الضالع، وقد ينشئون بمجرد أن تستقر الأوضاع في تعز ربما منفذا جمركيا باتجاه محافظة إب. هم يستغلون كل ما له قيمة ويمكن تحويله إلى مال. هذه جماعة تعمل بكل الوسائل والسبل لإيجاد اقتصاد حرب، هي أنهكت المواطن، الناس في ضائقة في المناطق التي يسيطرون عليها، هناك مجاعة حقيقية، الناس لا تستطيع الحركة. هذه جماعة انتحارية خرجت من رحم الكهوف لتدفع بالناس إلى المقابر. نعم. طب أستاذ عبد الهادي، في حال ما استمر الأمر بهذا الشكل، ما هي الآثار المترتبة عليه؟ الآثار المترتبة عليها أن هنالك مجاعة، هنالك استنزاف للنوع البشري. اليوم يفرضون على المواطنين، هناك التبنيد الإجباري وبالقوة، يتم اختطاف الأطفال. لدى المقاومة في تعز عددا من الأطفال المختطفين من مناطق مختلفة، تم أسرهم ويوجدون مراكز من الناشطات النسائية التابعة لتيار الانقلاب، تمارس اتصالات كاذبة مع هؤلاء على أنها أمهات، على أنهن أمهاتهم، وهي جرائم بشكل كبير جدا. لا يوجد رصد، هم يسيطرون على كل شيء. المنظمات الحقوقية التي تعمل في هذه المناطق هي منظمات تابعة لهم، ومع الأسف الشديد أغلب الإغاثة، بل يقال أن 80% من الإغاثة تذهب إلى هؤلاء ويتم تحويلها إلى مجهود حربي. وبالتالي هذه المناطق إذا لم يكن هنالك تدخلا سريع ودفعا بقوة عسكرية وأيضا تكثيف العمليات العسكرية والضغط من كل الاتجاهات لقهقرة هؤلاء، خصوصا مع سقوط مديرية في صعدة، يجب أن تدفع الجبهات في البيضاء وفي نارب والجوف، وأيضا الجبهة المتحركة غربا في الساحل السهامي، وجبهة تعز والضغط بكل قوة أيضا من الجبهة الشمالية الغربية في حرب. يجب أن تتحرك الجبهات العسكرية ليتم دحر هؤلاء، خصوصا في ظل تحرك جبهة الجبال الغربية للهضبة الوسطى، أي عتمة وأصاب وريمة. يجب الدفع بقوة لدحر هؤلاء، هؤلاء لا يمكن أن يقبلوا إلا أن يكسروا عسكريا. نعم. لكن الأمر الآن في الداخل أستاذ عبد الهادي، نعم، هذه الحلول العسكرية يعني ربما البعيدة عن ما يتعرض له التجار، هل تعتقد أن الغرفة التجارية باستطاعتها أن تتخذ إجراءات حاسمة وقوية وقانونية أيضا لردع مثل هذه التصرفات التي تقوم بها الميليشيا؟ عندما يكون هنالك مجنونا يحمل بندقية على رأسه، فأي قوة لا يمكن أن تردع هذا إلا أن تكون أنت حاملا لبندقيتين أمام هذا المجنون. هذه كلها محاولات بائسة يائسة. هذه الجماعة مفتاحها في بيروت وفي طهران فقط لا غير، وهي الوحيدة التي تمتلك هذا القرار، أو فواهات البنادق، أصوات المدافع وعزيز الرصاص. غير هاتين الوسيلتين، كل محاولة من هذا النوع محاولة عبثية، لا ترى، كلها محاولات عبثية. هؤلاء أدخلوا البلد في حرب، ولو كانوا يبحثون عن هذا المخرج لكانوا نفذوه منذ فترة زمنية. جماعة شعارها الموت، تقدس الموت، خارجة من رحم الموت. هذه الجماعة لا تختلف عن الخمير الحمر في كمبوديا، ولا عن جماعة جيش الرب في أوغندا، ولا عن الجماعات التي كانت تحمل هذا المبدأ في العالم. هذه الجماعات كسرت عسكريا، وجماعة مثل جيش الرب انتهت في الأخير، ذهبت إلى الغابة في أوغندا لتنتحر هناك لأنها بنيت لتموت. نعم.
إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ حسام. أستاذ حسام، يعني تحدث الأستاذ عبد الهادي عن كثير أو على كثير من النقاط، ربما أبرزها مسألة أن الميليشيا تود إنشاء اقتصاد حرب، كلما خسرت منطقة جغرافية كانت تدر عليها الأتاوات توجهت نحو التجار الذين ما زالوا تحت يدها، ما رأيك؟ الحقيقة هناك نقطة أخرى مهمة. لا يمكن للاقتصاد المنطقي لسيطرة الحوثيين أن تتحول إلى اقتصاد حرب. أولاً لسبب الهشاشة التي كان يعاني منها الاقتصاد اليمني بشكل عام، هذا نقطة أولى. ثانياً أهم نقطة في هذا الأمر أو في اقتصاد الحرب أن يكون هناك دولة، وهذه الدولة قادرة على الأقل على الداخل. هذا الأمر غير متحقق، والسيطرة الجغرافية التي يسيطر عن طريقها الحوثيون هي في الحقيقة سيطرة محدودة، وفي حال لو كان الخصم فاجرا لمات الناس جوعا. يعني راينا فشل الحكومه او حكومه الحوثيين التي يدعون بانها حكومه، وايضا اعلانها الافلاس امام الناس جميعا، وايضا انهيار قيمه الريال اليمني لولا التدخل الاخير. هذا الامر يضعنا امام نقطه او امام يعني علامه استفهام كبيره، انه مساله تحول الاقتصاد حرب لا يمكن أن نطلق عليها اقتصاد حرب. يمكن أن نقول التحول إلى يعني إصابة تحاصر مجموعة من المواطنين العزل وتفرض عليهم ميتاوات بشكل مختلف حتى يدفعونها من يعني من عرق جبينهم مع الأسف، و يعني المواطن الذي لا يجد قوت يوم يضطر إلى دفع هذه الميتاوات سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. هذا يعني بأن الفشل الذريع سيكون من نصيب الحوثيين. هم الآن الحقيقة يحاولون أو يقومون باستغلال النقاط التي تقدمها لهم الحكومة الشرعية أو التي يعني بحكم الواقع هم مسيطرين عليها بقوة. أما كإدارة اقتصادية والتشغيل وإلى آخره، طبعا هذا الأمر غير موجود، وأنا في تصوري لن ينجح. في حال يعني لأن شروط قيام اقتصاد حرب غير موجودة تماما. الاقتصاد والمواطنين كما قلت، حتى القطاع الخاص نفسه يقوم بأي عمل، ما عمله فقط يقتصر على الاستيراد، وبالتالي الحوثيين هم يقومون بشكل أو بآخر بخنق أنفسهم. نعم. دون أن يشعروا بهذا. طبعاً يعني لكي نستفيد من بقية الوقت يعني. نعم، لكي نستفيد من الوقت أستاذ حسام، يعني كيف يمكن أن يعني تستغل الحكومة هذه النقطة وتعيد ترتيب الأوراق كما تحدث الأستاذ عبد الهادي، وتساعد في يعني إعادة الاقتصاد ولو جزئيا، خاصة فيما يتعلق بالتجار المنكوبين بهذه الأتوات التي تقوم بها الميليشيا؟ هل في يدها شيء تستطيع تقديمه؟ مع الأسف حتى الآن لا يوجد يعني اي مؤشرات تدل على ان الحكومه الشرعيه قادره على الموقف او الاستفاده منه. هناك امام الحكومه الشرعيه الان اما ان تنجح واما ان تخسر المواطنين، وهذا للاسف الذي يحصل. مثلا قضيه المرتبات، لم يتم يعني انهاء هذه القضيه والشروع في ايجاد حلول سريعه. هناك مشاكل فنيه مع الاسف، وليست لا يعني ليست هناك امكانات يعني محدوده والامكانات متوفره، ولكن المشاكل الفنيه والبيروقراطيه الثقيله جدا التي تتعامل بها الحكومه تدل ايضا على فشل بالنسبه للحكومه الشرعيه. ناهيك عن احتواء عمليات نقل التجار والى اخره. لكن امام الحكومه، بالنسبه للحكومه ليس لدينا نحن او الحكومه لا تحارب الحوثيين من منطقه فجور بحت، هي تحتمل حال المواطنين بالداخل، وبالتالي حتى يعني بالنسبه للمساعدات، بالنسبه لتدفق المرتبات، بالنسبه ايضا يعني الحكومة تستطيع أن تستغل هذا الأمر، لكن ليس هذا هدف مباشر بالنسبة للحكومة. لا. الحكومة تهتم صحيح تستفيد سياسيا، ولكنها في الهدف الأساسي لديها اهتمامات اجتماعية مختلفة، وأنا أتمنى أن تفعل هذه النظرة، لأن عدم الحوثيين ويعني توقف عن الهم الاجتماعي أو مشاركة الهم الاجتماعي مع المجتمع نفسه سيولد حالة يعني غضب مجتمعي ضد كلا الحكومتين، خاصة على البطء الموجود. يمكن هناك إيجاد حلول، يمكن حلول معينة. الكرة في الحقيقة وفي حقيقة الأمر هي في يد الحكومة الشرعية، سواء فيما يتعلق بالمرتبات، سواء فيما يتعلق بالتجارة، سواء فيما يتعلق بالموانئ، سواء بالطيران وإلى آخره. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل الحقيقي، أما مجرد العمل على الإنترنت والتوقع على صفحات الفيسبوك هذا. نعم. إذا أستاذ حسام المفيد الكثير للشعب. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ حسام السعيدي الباحث في الشؤون الاقتصادية، كنت معنا عبر سكايب من أنقرة. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.